لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. كل التحية لحضراتكم متابعي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي العظيم في كل مكان. نتابع في الدقائق القادمة نتائج اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي في جلسته المستمرة والتي انعقدت اليوم بفرع النادي بالشيخ زايد واستمرت إلى ما يزيد عن 5 ساعات برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. الحقيقة كان في استكمال لجدول الأعمال المجلس في الأسبوع الماضي وكانت الجلسة يوم الاثنين، وهذه الجلسة أيضا مستمرة وسوف تستكمل الأسبوع المقبل بإذن الله، لكن ما صدر عنها من مجموعة من القرارات واعتماد الكثير من القرارات الأخرى نضع حضراتكم في الصورة بخصوصها، وهي أولا تكليف لجنة مكونة من الدكتورة رانيا علواني والدكتور مهند مجدي والكابتن جوهر نبيل أعضاء مجلس الإدارة مع الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي لتحديد ووضع برنامج لرعاية المرشحين من أبناء النادي الأهلي للمشاركة في أولمبياد 2020. رقم 2 أيضا تم تشكيل لجنة مهمة الحقيقة برئاسة الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي وعضوية مجموعة من أعضاء مجلس الإدارة منهم المهندس خالد مرتجي والأستاذ إبراهيم الكفراوي والدكتور رانيا علواني والمدير التنفيذي العميد محمد مرجان لوضع تصور ورؤى النادي الأهلي الخاصة بتعديل قانون الرياضة. وزارة الشباب والرياضة بتجري حوار مجتمعي الحقيقة بخصوص تعديل بنود قانون الرياضة المعمول به حاليا، وبالتالي النادي الأهلي بصفته أكبر الأندية المصرية شكل لجنة للإسهام في تعديل أو تقديم تصوره ورؤاه بهذا الخصوص. اللجنة إن شاء الله ستنعقد في خلال أيام لوضع تصوراتها ورؤاها ورؤى النادي الأهلي بخصوص تعديل قانون الرياضة. الحقيقة أنه من الحاجات المهمة اللي حضراتكم دايما بتسألوا عليها فرع التجمع الخامس اللي الحقيقة انتهى تماما. تم إسناد أعمال الإنشائية في الحقيقة للشركة اللي هتقوم بهذه المهمة، وسيتم استقبال الدفعة الأولى من الأعضاء في إقبال كبير جدا الحقيقة، وده شيء بيعكس قيمة ومكانة النادي الأهلي وانتظار سكان شرق القاهرة والقاهرة الجديدة الحقيقة لهذا الفرع على أحر من الجمر، وبنوعدهم أنه يكون حاجة تليق باسم النادي الأهلي وعلى أعلى مستوى. إن شاء الله أول مجموعة ستقوم بدفع مقدمات العضوية واستلام الإصالات الخاصة يوم السبت المقبل. القرار المهم هنا أو الحقيقة النقطة المهمة هو أنه أي شخص سيشترك في فرع التجمع الخامس من الآن وحتى 1 فبراير المقبل إذا رغب في رفع العضوية الكاملة من عضوية التجمع إلى العضوية الكاملة ليكون عضو عامل وبالتالي له حق دخول الفروع المختلفة الأربعة جزيرة مدينة نصر الشيخ زايد بالإضافة للتجمع الخامس هيكون عنده فرصة حتى 1 فبراير. يعني كل أعضاء اللي هيشتركوا من دلوقتي حتى 1 فبراير إذا رفعوا العضوية أو قرروا رفع العضوية هيكون عنده في خلال أربع سنين هيرفع فقط بمبلغ 350 ألف جنيه، يعني هيدفع فرق 150 ألف جنيه لأنه عضوية التجمع زي ما حضراتكم عارفين ب 200 ألف جنيه، وبالتالي أنا متصور أو ده قرار خده مجلس الإدارة إنه هيكون الأعضاء محظوظين اللي هيشاركوا خلال هذه الفترة ما تبقى من ديسمبر وخلال شهر يناير هيكون عندهم فرصة مستقبلا ولمدة 4 سنين انه يرفع من عضوية فرع التجمع الى العضوية الكاملة، لانه عضوية الجزيرة او عضوية مدينة نصر او العضوية الكاملة والعضوية العاملة سترتفع اعتبارا من 1 فبراير الى 500 الف جنيه. فالحقيقة انه اول دفعة سيتم استقبالها في اطار مقابلات شخصية، وعلى طول لجنة العضوية اللي هتوافق على انضمامه سيتفضل بدفع مقدم العضوية، وهناك برامج للمقدمات في نظام يدفع 80,000 جنيه ويقسط الباقي على 4 سنوات، وفي نظام يعني يدفع 100,000 جنيه ويقسط الباقي أيضا على 4 سنوات، بالإضافة أنه في بعض الجهات والمؤسسات الراغبة في عمل عضويات جماعية بتتفاوض الآن مع النادي لتقديم تسهيلات من قبل النادي الأهلي لهذه الهيئات والمؤسسات فيما يتعلق بفترة السماح وفترة التقسيط. الحقيقة أيضا أنه الكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة استقبلوا النهاردة في اجتماع مطول المستشار الهندسي للنادي المهندس سامي حالي كامل اللي عرض آخر تطورات الخطة الإنشائية اللي بتسير على قدم وساق في فروع النادي الأهلي الثلاثة. المفترض أنه تم اعتماد وإسناد العمل في
الشيخ زايد والخطة الإنشائية اللي هتتضمن الحقيقة مسجد وشهر عقاري ومجموعة من الصلاة، صالة الكاراتيه وصالة الجمباز وصالة للإسكواش، بالإضافة للمبنى الاجتماعي الكبير، في خلال أيام سيبدأ العمل فيها. فيما يتعلق بمدينة نصر، تقرر افتتاح بوابات مدينة نصر في شهر فبراير المقبل، 1 فبراير البوابات سيتم افتتاحها. أما منطقة الفود كورت أو الحدائق الجديدة اللي هي أقيمت محل ملاعب التنس القديمة، فسيتم افتتاحها خلال نفس الشهر أيضا، يعني ربما في نهاية الشهر. أما المنطقة الترفيهية واللي بتتضمن 3 حمامات سباحة ترفيهية، سيتم افتتاحها في نهاية مارس المقبل بإذن الله. ده بالنسبة للخطة الإنشائية، بالإضافة إلى صالة الحقيقة الجمباز اللي موجودة في النادي الأهلي بالجزيرة، سيتم افتتاحها أيضا في شهر مارس. صالة الكاراتيه عفوا سيتم افتتاحها في منتصف يناير، هناك صالة الكاراتيه بيتم إعدادها وإنشائها في مقر النادي بالجزيرة، سيتم افتتاحها خلال شهر يناير المقبل، يعني أقل من شهر إن شاء الله ستكون افتتاحت. ده بالنسبة للخطة الإنشائية، بالإضافة إلى أيضا إسناد العمل الإنشائي في فرع التجمع الخامس زي ما قلنا لحضراتكم. وعلى كده الحقيقة أنه طبقا للمخطط الزمني المحدد بمجلس الإدارة ولوعود مجلس الإدارة في حملته الانتخابية الحقيقة والإلزام اللي ألزم به نفسه فيما يتعلق بتطوير فروع النادي الثلاثة، الخطة تسير وفقا للخطة الزمنية الموضوعة، والأعضاء هيلمسوا هذا الأمر في خلال أسابيع أو شهور قليلة جدا. خلوني أخذ حضراتكم لمجموعة من قرارات النشاط الرياضي، وأهمها وأبرزها هو قرار مجلس إدارة النادي الأهلي بتعيين الكابتن عمر شوقي مديرا لجهاز كرة اليد بالنادي، تعيين الكابتن عمر شوقي مديرا لجهاز كرة اليد بالنادي، وبدء التفاوض مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق الأول لكرة اليد خلفا للكابتن عاصم حماد الذي قدم له مجلس إدارة النادي الأهلي الشكر على كل ما قدمه من جهد خلال الفترة الماضية كابن من أبناء النادي. مجلس الإدارة وجه جزيل الشكر للكابتن عاصم حماد وكلف مدير النشاط الرياضي الكابتن رؤوف عبد القادر بتوجيه الشكر للكابتن عاصم حماد المدير الفني لفريق كرة اليد، وتكليف الكابتن محمد عادل بإدارة شؤون الفريق ومساعدة اللاعبين المحليين الموجودين الآن وتدريبهم، لأن حضراتكم عارفين أنه عدد كبير من لاعبي النادي الأهلي منضمين لمنتخب كرة اليد وفي توقف للدوري في المرحلة الحالية. فمجلس الإدارة انتهز الفرصة وعرضت عليه بالفعل سيارة ذاتية لمجموعة من المدربين لاختيار مدير فني أجنبي يليق بطموح النادي الأهلي والرغبة في تحقيق الحقيقة البطولات خلال المرحلة المقبلة. كل الشكر والتقدير للكابتن عاصم حماد على ما قدمه خلال الفترة الماضية. أيضا تم الموافقة على التعاقد مع لاعب محترف أمريكي في كرة السلة، هو اسمه ريجينيلد تافون هولمز، لمدة 4 شهور للمشاركة في البطولة الإفريقية لكرة السلة مع الفريق الأول لكرة السلة. أيضا مجلس إدارة وافق على استضافة النادي الأهلي وعلى تنظيم البطولة الإفريقية للكرة الطائرة رجال وسيدات على غرار العام الماضي في نهاية مارس وفي أول إبريل المقبل، ويعني ده اتساقا مع دور النادي الأهلي الكبير. النادي الأهلي بيمتلك أفضل فريق كرة طائرة في إفريقيا والفائز بالبطولة العام الماضي سواء للرجال أو للسيدات، فاستمرارا الحقيقة لهذا الدور سوف ينظم البطولة الإفريقية لكرة الطائرة في نهاية مارس المقبل. كنا قلنا لحضراتكم في الجلسة السابقة أنه في فريق الغطس سيسافر إلى هولندا للمشاركة في إحدى البطولات هناك. تم اليوم الحقيقة الموافقة على المعايير أو اعتماد المعايير الخاصة المقدمة من جهاز ألعاب الماء بخصوص هذه السفرية، خاصة أن النادي لا يألو جهدا الحقيقة في مساعدة كل فرق النادي في مختلف يعني النشاط الرياضي أو في مختلف اللعبات المختلفة في النشاط الرياضي، أيضا تناغما وتماهيا مع دور النادي الأهلي الكبير سواء لدعم المنتخبات القومية أو لإعداد بطل أولمبي للفوز بميداليات في الأولمبيات المقبلة. أيضا تم الموافقة على تطوير وتغيير أرضية ملاعب كرة القدم الخاصة بأكاديمية النادي الأهلي في فرع مدينة نصر لتوفير الحقيقة الملاعب اللي بتتميز بأرضية جيدة تليق باسم النادي الأهلي وفي نفس الوقت تحقق المرجو منها، خصوصا أنه هذه الملاعب بتتعرض الحقيقة لضغط كبير جدا من خلال تمرين فرق الأكاديمية المختلفة
عليها. كانت هذه مجموعة الحقيقة من أهم وأبرز القرارات اللي اتخذها مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم في اجتماعه برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الحقيقة اللي استمر لأكثر من 5 ساعات، وتقرر أن الجلسة تبقى مفتوحة زي ما بلغت حضراتكم في البداية، تستكمل إن شاء الله ربما يوم الخميس المقبل 27 ديسمبر. حتى ذلك الحين يعني هذه تحياتنا لحضراتكم، ودائما النادي الأهلي في المقدمة بجمهوره وأعضائه ولاعبيه ومسؤوليه. إلى اللقاء. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.